وفي هذه المساحة نستعرض أبرز أرقام العين في موسم 2023-2024، حيث خاض العين حتى الآن 44 مباراة في مختلف البطولات، وحقق الزعيم نسبة فوز إجمالية بلغت 59.1% في جميع المباريات، وكان معدله الأفضل في دوري أبطال آسيا بالفوز في 61.5% من المباريات. كما سجل حتى الآن 91 هدفاً بمعدل 2.1 في المباراة، وظلت معادلاته في دوري الأبطال هي الأفضل أيضاً بعدما سجل بمتوسط 2.23 هدف في كل مباراة. واهتزت شباك الزعيم 55 مرة بمعدل 1.25 لكل مباراة، ورغم خسارته لقب كأس مصر في أبوظبي الإسلامي إلا أنها البطولة التي شهدت أفضل معدلات الصلابة الدفاعية باستقباله 0.86 هدف في كل مباراة. وتمكن العين من الخروج بشباك نظيفة في 14 مباراة بجميع المنافسات بنسبة 32% من إجمالي المباريات.